يبقى اخر حاجه اتكلمنا عنها كانت السينثيزك رابر، واللي قبلها على طول كانت حاجه اسمها الاستنفيلد. ودول عرفنا ان دول عباره عن الاثنين دول عباره عن كوبوليمر، كنا بنحضرهم بطريقه الكوبوليمرايزيشن، اللي هو كنا بنستخدم ايه بقى، كنا بنستخدم مونيمرز مختلفه عشان نكون الكوبوليمر. يعني مثلا في الاستان كنا حضرناه ازاي، من كوبوليمرايزيشن لاثنين مونيمر اللي هما كانوا مين، الفاينيريدين داي كلورايد والفاينايل كلورايد، تمام. والسينثيتك رابر برضو حضرناه باتنين مونيمرز مختلفين، كان هما مين، كان البيوتاداين والستايرين. طيب يبقى دول كده أمثلة على الحاجات اللي بتتم بالكوبوليمرايزيشن. طيب المثال التالت اللي بيتم بالكوبوليمرايزيشن اللي هو عندك الكوبوليمر اللي هو معانا ده، اللي هو الاي بي اس، او اللي هو الاختصار للاكريلونيترايل بيوتاداين ستايرين. فده عبارة عن كوبوليمر، المونومرز اللي بنستخدمهم في تحضيره اللي هما مين، الاكريلونيترايل بيوتاداين والستايرين، تمام. ده الاكريلونيترايل وده الستايرين وده البيوتاداين، بنضيفهم على بعض فيكون لك الكوبوليمر اللي هو الاي بي اس، تمام. طيب ده المثال التالت. المثال الرابع مين، عندنا الاس بي اس او البلوك كوبوليمر، الاس بي اس اللي هو الستايرين بيوتاداين ستايرين بلوك كوبوليمر. ده عبارة عن ايه، بنجيب بلوكات او سيكونسز من الستايرين نضيفها على بلوك من البيوتاداين، وبعدين نرجع نضيف بلوك تاني من الايه، من الستايرين، فيدينا الاس بي اس، تمام. ده ثيرموبلاستيك الاستمر، يعني اللي هو بيبقى الاستمر يعني عنده بيبقى الاستيك، وفي نفس الوقت ثيرموبلاستيك بيتحمل درجة حرارة وكده بس. فدي كانت أمثلة